ملعقة كبيرة ونصف من الحليب، وعندي هنايا الفحم. أنا استعملت الفحم المنزلي العادي، الفحم اللي كيكون متوفر عندنا في البيت، ومن الأحسن أنكم تستعملوا هذاك الفحم اللي كيبقى في المجمر لأنه كيكون هشيش، فأنا هو اللي خديت استعملته هنايا، لأن هذاك اللي كيكون هشيش كيكون سهل عليكم أنكم تدقوه في المهراز أو تطحنوه في المطحنة الكهربائية، ولكن من الأفضل أنكم تدقوه في المهراز وتنخلوه من غير ما توسخوا الطحانة الكهربائية. إذا ما كان هذا متوفر عندكم فبإمكانكم تلقوه في الصيدلية بكل سهولة، الاسم دياله هو أوكربون. كاينين بكيات باللون الأحمر وبكيات باللون الأبيض، ولكن ربح ربح هذا، نفس الشيء نفس المكونات نفس المفعول. الفوائد ديال الفحم، انا في الاول مني كنت كنشوف البنات كيحطوا هاد الماسك كنقول ربما هاد الفحم فقط باش يبانوا هادوك النقاط البيضاء الا حيدناه من البشره يعني باش يبانوا، ولكن مني مشيت بحثت لقيت ان الفحم عنصر فعال جدا في تضييق مسامات البشرة، كيضيق مسامات البشرة وكيعطي صفاء صفاء ولا أروع للوجه، فالأجداد كانوا كيستعملوه لهذا الغرض. وكذلك بإمكانكم تستعملوا فقط الفحم بوحده لتبييض الأسنان، وهذا عن تجربة، فأنا كنستعمل مرات الفحم لتبييض الأسنان فكيعطي بياض ناصع جدا جدا. واش ناخر عندنا هنايا؟ الجيلاتين، هذا هو الجيلاتين، عبارة عن جيلاتين بودر، هو طبعا حلال، جيلاتين طبيعي، غالبا ما كيصنعوه من النباتات أو من طحالب البحر. ولكن نصيحة، نعطيكم نصيحة قبل من نصوبوا هذه الوصفة، هذه أنكم تعملوها فقط مرة كل 15 يوم، لانكم الا كتعملوها كل مثلا يوم او يومين فغادي تبقاو تجبدوها، وهي اصلا صعبه صعبه، الا غادي تحيدوها كتكون مؤلمه، فعوض ما غتعطينا نتائج رائعه وبشره صافيه خاليه من الشوائب، فغادي تعطينا بشره مترهله، لان هاد الجيلاتين كيعمل على انه كيجبد البشره، وبالتالي كتجبدوها وكترخى لنا البشره ديال الوجه. فمن الاحسن انكم تستعملوه فقط مره كل 15 يوم، فهذا غادي يكون كافي ان شاء الله. وغتشوفوا معايا المناطق اللي غنعملوا فيها هاد ماسك الفحم، فكاينين بنات كيعملوا على الوجه كله، ولكن هذا خطأ، ما كنعملوش على الوجه كله لانه ممكن يسبب حساسية. ومن هنايا كنقولها لكم انه البنات اللي عندهم الوجه حساس ما يعملوش هاد الماسك ابدا ابدا ابدا. بعد ما سخنت الحليب غنضيف عليه ملعقة صغيرة من الجيلاتين بودر، وغادي نحرك ونحاول انني ندوب هذا الجيلاتين بالحليب حتى ندوبو، عاد غنضيف عليهم الفحم. هذا هو بعد ما ذوبته جيدا، دابا غنضيف عليه ملعقه صغيره من الفحم مع التحريك. ولا شفتوا انه برد معكم فبامكانكم تحطوا ماء ساخن باناء ثاني وتحطوا فيه هذه الزلافه الصغيره وتبقاو تحركوا. من الافضل اننا نستعملوه بعد ما كنخلطوه مباشره، لان الجيلاتين كيبس بسرعه، ونستعملوا اي فرشاه مخصصه لهذا.